من مستويات الوعي في هذا البلد. الله يرحمها الدكتورة رضوى عاشور اللي قدرت تمزج بين الوعي المصري الأصيل ووعيها القومي وإيمانها بالقضية الفلسطينية اللي عبرت عنه بأشكال مختلفة. وأنا لا أنسى ما أنسى فترة مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني ومشاركتها في لجنة الدفاع عن الثقافة القومية، وأيضا إسهاماتها اللي أضافت لهذا الوطن الله يرحمها. وأنا بعزيها وبعزي الشعب العربي كله مش بس الشعب المصري في وفاتها، وربنا يعوضنا عنها خير يعني. شكرا.